شيخنا، هنا سؤال من الأخ فيصل يقول: هل من السنة ختم القرآن الكريم؟ لا، يقول في ختم القرآن الكريم أن يكبر ويقرأ سور معينة بعد أن يختم القرآن، مثل سورة الضحى أو غيرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين عليهم من ربي أفضل صلاة وأكمل تسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين مقبولين يا عفو يا كريم. جاء في بعض الآثار، في بعض الأحاديث، وإن كان فيها كلام لأهل العلم، أنه من أثناء قصار المفصل يفصل بين السور بالتكبير بعد سورة الضحى، فهذه يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا، لأنها ليست سنة ثابتة مستقرة، فتكون هذا من السنة التي تفعل أحيانا عند الختمة، والله أعلم.